بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحلو الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا التاسع وبداية جولة جديدة في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الحاضرة على أرضية هذا الميدان. الشوط التاسع وهو شوط خاص بالإذاعة الإبكار المحليات الأصائي لفئة الإنتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. نسير بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك اللي قادت المجموعة منذ البداية بهذا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. الصدارة والبداية والمقدمة، هو أرى الزود اللي قادت المجموعة بالشعار أو أرهني مستوى اللي على مقدمة هذا الشوط لناصر بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري. تتقدم تنطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية بهذا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، تليها مع المركز الثاني فزعة حامد بن محمد بن سالمين العامريات أيضا على مستوى المركز الثاني. من الجانب الآخر أرى التقدم لنواصي لحمد بن راشد بن غدير على مستوى المركز، أو أرى هناك أيضا اللي تسللت مع المركز الثاني مزيونة لمساعد بن محمد بن مساعد بن خالد المنصوري المركز الثالث. تصل تتقدم تنطلق نواصي لحمد بن راشد بن غدير الكتبي، وعلى مستوى المركز الرابع أرى القدوم غازية للسالم بن سعيد بن مسلم العفاري. ننطلق مع المركز الخامس كي أرى التقدم لغزوة لأحمد بن حمد بن مبارك بالرغاش الشامسي. نتابع المركز السادس، نتابع التقدم والانطلاق لوطن للسيب بن حمد بن قناص العامري، يقدم وطن مع المركز السادس. سابع الانطلاقات، سابع التحديات، الظبي محمد بن درويش بن عاطف المزروعي، وأرى القدوم أيضا، أرى التسلل، أرى الانطلاق مع هذا الأداء المتميز مع حاملة رقم 19 بخيفة راشد بن شطيط بن سعيد بن محمد الكتبي. تتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثامن تاسعا من الجانب الآخر، ولكن اللي تسللت مع المركز التاسع بهذا التقدم رهني الزود مطر بن سهير بن اليبهوني الظاهري، وعاشر الانطلاقات ملوح لعلي بن سعيد بن مصبح النعيمي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة مع هذا السن، سن الإذاعة، سن الامتاع، مع هذا الانطلاق المتميز أكملنا النداء للعشر المراكز المتقدمة. ولكن أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرهني التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. نتابع التقدم والتسلل مع الظبي لمحمد بن درويش بن عاطف المزروعي، ولكن التحديات القادمة من الجانب الآخر، نواصي لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، وصل شعار اليبهوني لينضم مع الكوكبة لتصبح ثلاثية مع هذا الانطلاق المتميز. نتابع 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 الزود مطر بن سهير اليبهوني الظاهري، وإمارة قادمة بأول ندى اقلبت موازين هذا الشوط رأس على عقب بأول ندى. تتقدم مع الصدارة والبداية والمقدمة بمتابعة أحمد بن عبد الله بن خميس المرر. من يتابع إمارة اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني وشعار اليبهوني مع الزود مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. المركز الثالث نواصي لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. رابع الانطلاقات الظبي محمد بن درويش بن عاطف المزروعي. ومن الجانب الآخر أردت تسلل والتقدم لوطن للسيب بن حمد بن قناص العامري، ولكن أرى اسم قادم
أرى التحديات في هذه اللحظات مخيفة. راشد بن شطيط بن سعيد بن محمد الكتبي يقدم مخيفة مع المركز الخامس المركز السادس من الجانب الآخر. وصلت الأسامي، وصلت الشعارات، وصلت التحديات، والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع أيضا التسلل والتقدم في هذه اللحظات. نتابع الاتصالات مشاهدينا متابعينا الكرام. فزعة لحامد بن محمد بن سالمين العامري، وصلت بدورها مع المركز الثاني، مشغلة ثالثا لمبارك بن محمد بالطماطم العفاري يقدم هذا الاسم. التحديات ايضا مع المركز الخامس، وصول مخيفة. راشد بن شطيط بن سعيد الاكتبي، وصلت الاسامي، وصلت التحديات ايضا، والشعار نحن قادمون مع هذا الانطلاق المتميز. ولكن التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. نتابع الصدارة والبداية والمقدمة، وارى هناك ايضا اللي قادت المجموعة فزعة حامد بن محمد بن سالمين العامري بدأ بير الشوط مع هذا الانطلاق المتميز مع اقترابنا من لوحة الاعلان، لوحة الالف والميتين. وفزعة على الصدارة بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات، ولكن ارى الاسامي القادمة. التحديات للجواهر، لخليفة بن عبد الله بن منين الشامسي تصل على مستوى المركز الثاني، المركز الثالث. من الجانب الاخر العزوم مظفر بن محمد الصنباري العامري، وصلت الاسامي، وصلت الشعارات. التحديات مثيرة، وفزعة من تسيطر، على مقدمة هذا الشوط بمتابعة حامد بن محمد بن سالمين العامري. وصلت العزوم مع المركز الثاني لمظفر بن محمد الصنباري العامري ايضا بتحديات العزوم، ومع المركز الثالث الجواهر خليفة بن عبد الله بن منين الشامسي. التحديات ايضا للجمايل، لخليفة بن محمد بن سالم الراشدي. واللحظات الاخيرة، جولة الاوامر. العزوم عزمت لانتزاع ناموس هذا الشوط. تنطلق في اللحظات الاخيرة مظفر بن محمد الصنباري العامري، ينطلق بناموس هذا الشوط، يقدم العزوم لتهدي السلامات لأهالي العين. سلام للعين، سلام. اسعدت صباحا بهذا الأداء المتميز اللي تقدم العزوم مظفر بن محمد الصنباري العامري. ينطلق بشوط الإنتاج والمنتجين بانطلاقة العزوم ولحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني جواهر لخليفة بن عبد الله بن منين الشامسي، المركز الثالث لحامد بن محمد بن سالمين العامري، المركز الرابع جمايل لخليفة بن محمد بن سالم الراشدي، المركز الخامس جاءت مشغلة لمبارك بن محمد بالطماطم العفاري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الخمسة المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية بتقدم العزوم. التوقيت الزمني 9 دقائق ثانية 1:09 من الثانية. تهانينا لمظفر بن محمد الصنباري العامري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات الوصول بتوقيت زمنيا مقداره 9:03:06 من الثانيه، اللي هي جواهر لخليفه بن عبد الله بن منين الشامسي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول مع ثالث المراكز. توقيتها الزمني 9:05:07 من الثانيه، اللي هي فزعه تهانينا لحامد بن محمد بن سالمين العامري. بسم